أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الجهر بالإلحاد لمن استطاع إليه سبيلا. طبعا اليوم معنا مجاهر جديد، الأخ غانم محمود. خلونا نرحب فيه بالبداية. أهلا وسهلا فيك أخي غانم. أهلا حبيبي، أهلا بيك، أهلا وسهلا فيك، أهلا وسهلا فيك. أهلا بيك، طيب تشرفت أخي غانم، بمعرفتك. تعودنا نحن بس بطاقة تعريفية عن شخصك الكريم بداية. تفضل. أوكي، اسمي غانم محمود، مواليد 1992، من العراق، مدينة الموصل تحديدا. كنت طالب معهد تقني إدارة مكتب مرحلة ثانية، بسبب الأحداث اللي صارت بالموصل وداعش والإسلاميين وكذا ما قدرت أكمل ولا قدرت أمتحن بغير محافظة. ولهالحالة هذه يعني الموضوع وراء الدراسة ما خلصناها. أشتغل كفترة من فترات، أشتغل كنت بالنراقيل وما نراقيل، فترة قبلها أيام التدين وما تدين كنت قارئ بالجامع ومؤذن. واو، أول خلفية أغلب الملحدين تكون في هذه الطريقة. معناها اليوم بدك تصرخ لنا والله الله اكبر، مزبوط يعني؟ ها صدقني نسيت أساسا، صرت أحس صوتي بشع بي يعني لا لا، هو نسيت. غالب غالب مثل ما بقولوا، يعني هو يعني صحيح الانسان بيكون يعني بساوي هالاذان هذا، واظن انا ما يعني ما بيأذنوا الا الاصوات حلوه جميله يعني، فبس الصوت بيتم جميل مهما كانت الكلمات قبيحه يعني. هو هذا المنطق اللي احنا ماشيين به، لكن كخلفية دينية مهما دين، يا اما تكون ملحد يا اما داعش او ميليشيات. أكيد أكيد، مثل ما أنا شايفه. طيب أخي غانم، بداية خلينا نبدأ من الطفولة، كيف كان كيف تربيت دينيا؟ خلينا نقول المجتمع حواليك، أهلك، ناسك، كيف ربوك دينيا؟ خلينا بالإطار الديني كطفل، يعني كيف تلقيت الدين؟ خلينا نقول، تفضل. بداية خل أكون معاك من مرحلة الابتدائية اللي هي مرحلة السبعة، 7 سنوات. عائلة دينية متدينة، كنت أدرس بمدرسة مسيحية، فكان بدرس الدين يعلمونا إنه إحنا ما يصير نسلم على المسيحيين وما يصير نحكي معاهم بهذه الطريقة. أنا من كنت يعني صغير بهذاك الوقت، يعني كنت أطرح أسئلة، يعني مثلا من خلق الله؟ بيحلل قتل الكفار، وممكن مثلا يؤمنون فيما بعد وهكذا. يعني فترة المراهقة أيام، أنا عمري 20 سنة، وكنت بمنطقة متشددة دينيا معروف عنها أنه هي التدين، وكثرت كثر بها الجوامع وهذا. انجريت إلى المسجد والجامع اللي كان موجود عندنا، إلى أن صرت أشوف، يعني أشوف نمط التفكير، نمط الأفكار المتشددين. فأنا بقيت بمرحلة أنه ما وصلت مرحلة أنه أقدر أطلع من الدين أو أبقى به، لأنه ما كان موجود هذا الفكر. كان أنه أنا ديني الصحيح والباقي يفوتون النار. إلى أن صارت قبل دخول داعش، أنه أنا وصلت بديت أقرأ أبحاث، ومن بعد هذه النقطة بديت أتوصل إن أنه ما موجود دين، ما موجود إله، ما موجود أي شيء بالحياة مفرض علينا من قبل 1400 سنة وأكثر. بديت بعدها يعني أعاني من مشاكل كثيرة بالحياة، بالواقع، بالبيت. غانم، قبل ما نصل لمرحلة الشك وهالمسائل هي، يعني خلينا نقول من أي مدى وصلت بالتدين؟ يعني أي أنت وصلت ذكرت، المرحلة، مرحلة قوية. احكي لي على المرحلة هي، مرحلة التدين، كيف تصرف، كيف كانت حياتك اليومية، خلينا نقول بالتدين، مع أصدقائك، مع أهلك، مع ناسك؟ بالتدين تفضل. أنا كنت أعطي محاضرات، وصلت مرحلة إنه أنا صرت أعطي محاضرات لأطفال صغار على إيدي، كانوا 10 ما يصلون صاروا يصلون. فكنت يعني كنت مثال بالمنطقة، ماكو كأنما عايش الحياة
بصورة جدا صعبة، لأنه لبست أنا الزي هذا بعد خلاص إنه الناس ما تقدر تشوفني بغير زي. وكنت عندي كانت نشاطات على التواصل الاجتماعي ما كان موجود، لكن عندي نشاطات كانت داخل المنطقة، يعني مثلا أجمع فلوس من العوائل أنطيها يعني أنطيها العائلة أفقر من عندها. الأطفال كانوا يصيحوني عمو الحمزة لأن الحمزة في الرسالة وكذا، فكانوا يعتبروني أنه أنا أشبه الحمزة وهذه المواضيع. شيء رائع يعني. هو انا بصراحه، انا الشيء اللي بيعجبني بهيك قصه انه في اصدقائنا ملحدين بيقولوا انه يا اخي، خصوصا الملحدين الجدد يعني، خلينا نقول أي بيقولوا انه يا اخي صعب انه المسلم يفهم او ممكن يفهم انه دينه غلط. وانا بقول لهم لا يا شباب، المسلم هو اخونا، صديقنا، رفيقنا، يعني من كل هالشرائح هاي. وهي مثال يعني، هي مثال مؤذن جامع اقتنع ووصل لمرحلة انه دينه خرافة. وفي كثير مشايخ يعني، شفنا اصدقاء كثير مشايخ تركوا واقتنعوا انه دينهم خرافة. وممكن كل انسان متدين يترك الخرافة هاي بسهولة يعني، بس يصل يفكر، بس يفكر يشغل. إذا مرحلة في مرحلة العقل، إذا قرأت القرآن بعقلك وتركت أنه أكو إيمان بالقلب وأكو السمع والطاعة، وحرام تسأل، حرام أنا بدي أسألك غانم هون، بما أنك أنت معي، ممكن أي إنسان مسلم يصل لحظة من اللحظات يقول أنا بدي أفكر بعقلية؟ أكيد طبعا. إذا انصدم، إذا وصل مرحلة الصدمة بالدين، مو صدمة بمشكلة بالحياة، إذا انصدم بالدين. شو برأيك، شو هي الصدمات اللي مثلا انت كتجربتك الشخصية، شو الصدمات اللي شفتها وخلتك تفكر؟ العلم وصل مرحلة، اللي هو الصدمة اللي صارت عندي، العلم وصل مرحلة أنه صار ممكن يستنسخ، ممكن يعمل أي شيء. بعد عندي إن الكعبة هي البلد الآمن، وإنه المسلم راح يدخل الجنة بدون حساب أو يتحاسب وبعدين يدخل الجنة، وهذه الفلسفة الإسلامية. هو الشيوخ اللي أنا اقتديت بيهم، يعني أنا اللي صدمني أفعالهم وتجارتهم عن طريق الدين. يعني هو الدين أنت تقدر تسيس بالدين، قناعة انه الدين هو الناس تتمسك به على مود تبقى عبيد. اكو ناس، واغلبية من الناس يكرهون التحرر. بالتأكيد يعني، نحن بنعرف المثل هذا، إذا أمطرت السماء حرية بتلاقي الناس حاطين بريلا يعني صح على رأسه. صح يعني تصور، انا وضعت، انا بدايه، ما انا طبعا ما قارئ اي كتاب عن الالحاد، وما راح اقرا نهايه، لانه اللي عندي هو الكتاب اللي انا قرات، يعني 1400 سنه محمد جاب هذا الكتاب قريناه، يا اما بنكون دواعش وميليشيات يا اما بنكون ملحدين. انا محمد ما قدر يقنعني بهذا الكتاب، لانه انا وضعت الدين تحت التجربه. يقولون مثلا عندك الآية، كأبسط مثال الآية، قل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. أنا وضعتها تحت تجربة، أنا عملت في فترة من الفترات، عملت على مشروع، فأنا تعبت وخسرت بيك الفلوس اللي أنا عندي، فرحت للشيخ مال الجامع، قال المؤمن مبتلى. طيب ليش يبتليني أنا؟ ليش يبتليني أنا المؤمن اللي أنا أحبه واللي أنا أخدمه واللي أنا أسمع كلامه واللي أخاف منه؟ هذه نقطة. النقطة الثانية، فترة أيضا من حياتي صارت أنه كنت أدرس ما أدعي، أدرس وأدعي أنجح، ما أدرس وأدعي ما أنجح. كلام نفسنا حتى نداري فشلنا، وممكن نداري نجاحنا، لأنه المتدين ممكن يقدر يداري نجاحه بالدين
وإداري فشله بالدين. لكن العقل لا، قدامك منطق، قدامك حقائق ما تقدر تناقشها، ولا يقدر ألف دين وألف دين وألف نبي يغير من الحقائق واللي ينطيها العقل، لأنه دائما العقل هو اللي على الصح. القلب عاطفي، يأخذ بالإنسانية ويأخذ بالمشاعر ويأخذ بالأغلبية، لكن العقل لا، يعرف الحق حتى لو كان واحد. بالضبط. وبالتجربة العملية، يعني بالتجربة العملية انه بيقول لك التجربة الدعاء العملية خير ادعي. برهان. بالضبط بالضبط. طيب انت وصلت لمرحلة الشك، كيف اتخذت القرار؟ يعني انه قلت اوكي هذا دين خرافي، يعني بأي لحظة خلينا نقول كيف كانت اللحظة؟ لما درست الآيات لما عرفت الآيات المنسوخة والناسخ والمنسوخ، ولما عرفت الآيات المدنية متى نزلت محمد، ولما عرفت الآيات المكية أنه كان رجل ذكي يسعى للسلطة، يسعى للمال، يسعى يكون عنده استعمار، يكون عنده أتباع، مرض العظمة، إجرام مبرر. انا واحد، يعني هو انا اعتبره مجرم، انا ما اقتنع به وما احبه، لانه اكو من يبرر الاجرام. الايات المكيه مثلا عندك الايه قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون، نهايه الايه لكم ديني ولي الدين، واذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب. كيف اتبع هذا الكلام؟ بعد ما ظهر داعش بدأت تستخدم الآيات المكية اللي هي منسوخة، المفروض حكم راحت الناس ما تطبقها، طبق الآيات المدنية، لأنه الإسلام صار أكثر وأقوى وأتباع أكبر. بهذه الطريقة إحنا انتشر عندنا الإسلام. كان أشك وما شكيت، ما شكيت يعني أنه قلت أنه ممكن يكون هناك أكو خالق. أنا من المراحل أنا كنت لا أدري، كنت مثلا لا ديني، بس وصلت للإلحاد لما وضعت الله تحت التجربة. بالضبط بالضبط. طيب برأيك غانم، برأيك الناسخ والمنسوخ شو بعمل، شو بعمل بالدين؟ يعني اليوم إذا إجاك مثلا شخص غير مسلم بالوراثة وبده يسلم وشاف الناسخ والمنسوخ، برأيك شو بياخذ فكرة عن الدين بهالناسخ والمنسوخ؟ لو طرح الامر قدامه من يقول لك انه مثلا يقول لك داعش تمثل الاسلام، يطلع كيوت يقول لا، النبي الله قال بالقران لكم ديني ولي دين. هذه الايه نزلت بمكه لما كان عدد المسلمين لا يعد العشرات، كانوا مستضعفين، وهذه حيله وكذبه. انت تقدر تتبع دين انتشر بكذبه؟ بكل تأكيد لا، بكل تأكيد لا. صح لا لا. الآيات المنسوخ، الناسخ والمنسوخ، هذا هو ميزان الدين، كإنجيل العهد القديم والعهد الجديد. احنا إذا فصلنا راح نشوف إسلام مرعب، القرآن مرعب، كتاب مرعب، كتاب كامل متكامل. أنا غيري يقتل، هذا دين إنسانية. طيب بس علاوة تحكينا، بس قبل ما ننتقل لمرحلة الإلحاد، يعني أنا بصراحة تربت المؤذن هي عجبتني. أنا المؤذن المؤذن هذه صارت معي بالصدفة. لما كنت في مرحلة المراهقة كنت أنا طالب أدرس بجامع الزيواني، موجود الجامع بمنطقة باب البيض، حاليا يعتبر من الجامع اللي جند أذناب الداعش ومقاتلين الداعش وغير، الصفحة على الفيسبوك. فمثلت مسرحية إسلامية بداخل الجامع، كانوا الأهالي حاضرين وهذه. أحد الشيوخ قال إنه أنت ممكن تنفع مؤذن لأنه صوتك بيخنقه مخنوق. فأنا كنت خجلان، جربت بس قدامه. فهو قال أوكي أنت راح تأذن يوم الجمعة. فبالأول مرة أنا غلطت 3 4 مرات، بدالي شخص ثاني.
بعدها لا بديت انا اذن طبيعي عادي. ما بعرف غانم، انا ما بعرف عم يعني متشجع اسالك تغنين او تاذن لنا بشكل بسيط، نعم مو شرط طبيعي بصوت عالي يعني. رأيك راح يطلع طبعا الصوت راح يطلع قبيح لأنه نسيت القفلات، عرف. ولا يهمك ولا يهمك، لا أنا متأكد الصوت حلو. لا ما راح يعجبك الصوت، لكن بدون صوت عالي أو بدون صياح راح أقول إلى أن الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، فقط هذه. لأنه تدري ناسي ناسي، أنا ماني وهذا شيء أنا عظيم أعتبره الله أكبر الله أساسا أكبر نشيت الإذان. أنا صار لي تقريبا الله. سنوات أنا ما سامع أذان. يا سيدي هو أحسن ما تسمع الأذان، هذا بصراحة يعني على مزعج. فكرة على فكرة أحب أشكرك إنه الحلقة مالي اختاريتها تكون برمضان، أحب أشكرك على هذا الشيء حيل. شو السبب؟ تفضل. أنا العفو يعني، أنا ما في أي مشكلة، وهي رمضان كريم يعني مقبول. السبب إنه أنا كان دائما أقول إنه راح يجي اليوم اللي أنا أطلع وأحكي به بوقت رمضان بوقت الحج بوقت العيد ضد الإسلام، وصار هذا اليوم. ومبروك عليك، مبروك عليك تخلصك من الخرافات هي بصراحة. أنا يعني أشجعك وأشجع أصدقائنا إنه يا جماعة فكروا بكل معنى الكلمة بهالدين، هذا الدين يعني دين الدواعش الشايفينه ودين الحشد الشعبي الشايفينه، هل 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 شايفين هالإرهاب هذا ما له مثيل للأسف الشديد. أنا ممكن أكون أكثر شخص ضرر من قبل الدواعش في هذه الفترة. ممكن تحكي لنا شوي هيك عن علاقتك بداعش، شو ساووا لك او شو صار بينك وبين داعش، او شو الاضرار اللي تضررتها انت من داعش؟ بداية الأمر كان هو يوم 5/6 بمثل هذا الشهر قبل سنتين، إحنا كنا موجودين بالمصنع كنت راجع من الامتحان. فبهذه الأثناء انفرض منع تجول فجأة عشرات أشخاص، فلازم نرجع، فمسافة ما يقارب الساعتين مشي ورجعنا للبيت بيها. بعدها بخمسة أيام انسحب الجيش، انسحبت الشرطة، وظهر داعش تحت مسمى الثوار. بهذه الأثناء أنا يعني شفت الداعش قدامي بمنطقة قراج بغداد. طبعا أنا إذا تريد أحكي لك تفاصيل أنا ما يا عندي ريت مانع. يا ريت يا ريت. أوكي، يوم 9/6 الساعة 12 بالليل، بس قبل ما تبدأ بس الميكروفون على وتر 4 تمك عشان الصوت يكون أوضح. ماشي أوكي ممكن يعني هيجي. الصوت ضعيف، إيه على وتر 4 تمك خليه يكون عشان الصوت يعلى. أي تمام هيك رائع. اوكي، اذا يوم 9/6 الساعه 12 بالليل وصلنا خبر انه منطقه باب جديد والنبي شيت سقطت. منطقه الدواسه اللي هي انا اسكن بها بمدينه الموصل، اخذت اهلي وطلعنا الى جامع، بقينا بالجامع لمده ما يقارب ال4 ساعات احنا بنسمع صوت اطلاقات ناريه، اشتباكات ما بين الجيش ما بين داعش تماما. يعني تقريبا احنا انا طلعت برا الجامع بال7، 3 ساعات انا بقيت قاعد مع اهلي بسبب صار عده انفجارات. وهذا هذه الاثناء طلعت احنا لقينا الاهالي اللي موجودين بالمنطقه هم ياخذون الاسلحه وياخذوها لهم يعني. فانا صورت كذا تصوير لهم فتره واحد، للعلم ماكو لثام، وجه ما ملثم يعني معروف. جاني واحد قال هو بيد سلاح، فقال طين تليفون، طيت التليفون الوقت اللي صارت بيها قررنا احنا نطلع على جراج بغداد حتى نطلع على بغداد. وصلنا لجراج بغداد ولقينا الدواعش تقريبا مكتفين ما يقارب 15 الى 20 سائق
يحافظون على خط بغداد، مكتف فيهم وينفذ بهم الإعدام، اللي هم أساسا سواق تاكسي يعني ما كفار. صاحني أحد الدواعش قال أنت وين رايح؟ قلت له أنا بيتي بباب البيض اللي هي المنطقة القديمة اللي أنا كنت ساكن بيها أيام الطفولة. باب البيض رايح المنطقة باب البيض، فعافني. عبرنا بعدين حاولنا نطلع على كردستان وطلعنا فعلا، لكن طلعنا مشي. محافظة المحافظة أنت تمشي، تصور هذه الناهيك عن الاعتداءات اللي صارت علي وعلى أهلي، ضرب وإهاين وشتايم، لكن طلعنا. طلعنا أنا كنت لما أشوفهم، لاحظ أحكي لك هذا الموقف. أحد الدواعي سوى أنا بالسيطرة الأولى وبالسيطرة الثانية، السيطرة الثالثة لما مر صحت باقية حتى أعبر. بقي وتتمدد للأسف الإرهابيين والإرهابيين معه. طيب خلينا غانم نرجع لمرحلة الإلحاد. يعني أنت لما قررت إنه أوكي الديانات كلها خرافة، أو الإسلام يعني هو الإسلام، هل فكرت إنك تدرس ديانات تانية لا لا إطلاقا تدور على الله إطلاقا بطريقة تانية؟ لا إطلاقا. شو السبب؟ السبب انه انا تركت دين له مليار ونص مليار حسب ما يقولون، وتركت دين وكان عمري تقريبا 19 الى 20 سنة، فمن الصعب انا اقضي ممكن بعد 19 حياتي، ومن الصعب ان هناك اقتنعت باخر الديانات اللي نزلت واقتنعت بتعداد، فراح تروح تقتنع بغير ديانة، انت خلاص تحررت، ليش تروح تصير عبد مرة ثانية؟ انه انت تخلصت من خرافة تريد خرافة ثانية؟ من المستحيل. طيب هلا بصراحة يعني نحن بنشوف كثير مسلمين مثلا بيطلعوا من الدين الإسلامي وتلاقيهم يعتنقوا المسيحية. يعني كيف بتحلل هي اللي بتترك دين بتطلع عن دين ثاني؟ انا اعتقد السبب انه احنا نربط تصرفات الانسان بدينه، يعني احنا نشوف المسيحيين يعني هي المحبة اللي موجودة عندهم الحلوة الطيبة، التعاون التسامح، فنعتقد أنه هذا يكون ممكن يكون بسبب الدين المسيحي، أنه تلقي الملحد نفس هذه التصرفات، ممكن يكون طيب متسامح، ممكن تشوف مسلم سامحه، فإحنا نربط ما الدين بالأصحاب الديانات بالتابعين للدين. تمام. طيب انت لما الحدث حاولت شيء اهلك مثلا ناسك اصدقائك تعلم حدك على العالم مثلا المسلمين عفوا تناقش كمل حتى هذا السؤال. المسلمين حواليك مثلا وناقشهم بدينهم غلط او شيء من هالقبيل هذا؟ نهائيا ما ناقشت أحد بالموصل نهائيا، لأنه المدينة متدينة، ومن الصعب أنه أنا من عائلة متدينة وأنا متدين سابقا أنه أروح أتناقش شخص بالدين، لكن كنت أسأل أسئلة منطقية فقط فكانت تجاب عليها، لكن غير أجوبة غير مقنعة، يعني مثل الملحد يطلع بمناظرة مع شخص مسلم يقول له أنت دينك أو دينك ما موجود، يقول له لا الله قال بالقرآن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، طيب أنا ما مصدق. ماني مصدق القرآن كله، فكيف كله الرب؟ إيه صعب، لأنهم كان ممكن إنه أقتل وأروح ينتهي بي الموضوع حتى في بغداد، لكن عن طريق الصفحة اللي موجودة عندي على الفيسبوك كنت المعجزات أو أي معجزة هم يسموها ملصقة بالعلم أنا كنت أفصلها، أي معجزة كانت بطريقة غير أها. مباشرة، بطريقة مستحية شوية،
بس لما طلعت خارج العراق كنت باقي بالعراق، لا كنت علني دائما، لأنه خلاص بعد خلاص تمام. الرصيد محمد خلص عندي بعد، ما كل احترام الرأي الآخر ولا تقبل، لأنه هو ما محترمني كإنسان، أنا ما كيف أحترم فكره. صحيح صحيح، حقك هذا وحق كل إنسان، يعني خصوصا اللي بالحدود جديد، يعني بيكون في عندهم غضب على هالدين هذا لأنه بيحسوا بالمرارة إنه هو غضب لأنه بي، لكن ما يكون حاقد عليه، لا بالعكس، لأنه هو يريد يطلع أكبر عدد ممكن من هذه، من هذا الظلام، من هذا الخرفنة مثل ما يقولون. صحيح صحيح، وهو الغضب، هو غضب وحق الإنسان يغضب، يعني لأنه يعني بيشوف حتى أهله وناسه والطين هذا ومقدسين دمرت حياتنا، بيكون غضب عالي. هو مثل ما قلت ما بيكون حقد، يعني نحن ما بدنا حق ودين على أحد، ولكن غضب من هل شايفين يعني هالحروب. انت تعرف الفرق ما بين الملحدين وما بين الدينيين المسلمين او الاسلام، انه الملحد فكر، انه انت ما تقدر تموت الافكار، الفكر يبقى عايش، لكن هذا يواجهك بالسلاح، وهذا دليل على ضعف، دليل على خوف. انت تعرف احنا عدد الملحدين اللي هو قليل، انا عن طريق الصفحة مالك يمكن 500 عدد ملحد، وعلى الصفحات الأخرى يعني تقريبا عدد قليل، لكن هز العالم العربي، رعبهم، يخافون من العلم، يخافون من الفكر. أنت إذا تحارب فكر معناها أنت إنسان ضعيف، واجه الفكر بالفكر، المنطق بالمنطق، ما تحارب الفكر بالسلاح، عمر السلاح ما جاب نتيجة، ولا عمر القوة فرضت شيء. بالضبط بالضبط، يعني انا شفت يعني حملتنا هاي حملة بريطانية ضد العرب، وفي مين كاتب بالصحافة، ما بعرف شو الصحافة هي كتبت عنها السعودية شيء اسلامي. طيب انت تعرف انه انا متهم كنت فتره من الفترات انه انا تدعمني الماسونيه وانا اخذ راتب بالشهر 4000 دولار. واو. يا ريت يا ريت يا ريت بصراحة، لو 4000 دولار كان أقل شيء، يعني كان قدمنا أكثر من هيك بكثير. يعني انا رديت على هذا الكلام، قلت لهم طيب اعطوني 2000 دولار وانا بترك الماسونيه وارجع لكم مسلم. بالضبط، أنا واحد منهم، أعطوني 1000 دولار بالشهر وأنا مستعد أتخلى عن كل هالحكي بس هم العرب، هو احنا عندنا مشكله، انه إذا أنا كانت والدتي طابخة طبخ ما 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 طيب، راح أقول الماسونية والأمريكية والحركة الصهيونية، اعتراف بالخطأ ماكو، وهذا سبب فشلنا. نحن ما عندنا عقلية الاعتذار، يعني ما عندنا، مستحيل شخص يعتذر، انه الشغلة كبيرة، يعني جربها مع اصدقاء واهالي ما بيعرفوا كلمة اعتذار، ما بيعرفوا انه نحن مخطئين، ما بيعرفوا هالشيء. عقلية المؤامرة على طول موجودة بكثافة بالتفكير، يعني للأسف الشديد. صح. طيب انا بس بدي اذكر اصدقائي، يعني بعد شي 10 دقائق راح نفتح السكايب، وبتمنى منكم مشاركات، وبتمنى منكم المداخلات. قبل ما ننتقل لحقوق الملحدين وهالمسائل وهي، انت ذكرت الاعداد، يعني انه بيقول لك المسلم انه يا اخي المعقول من 1400 الإسلام والناس تدين بالإسلام، واليوم مليار و600 مليون نسمة، يعني فهل من المعقول يكون هذول على حق؟ شو رأيك في الموضوع هذا؟ طيب هو الإسلام كان من لما انتشر بشنو؟ ما انتشر بالسيف والغزوات والفتوحات؟ هل من المعقول انه انت
مخلي براسي مسدس، تقول لي اؤمن، اقول لك ما اؤمن، اكيد اؤمن خوفا لا عن قناعه. احنا درسناها فتوحات، درسنا عنهم ابطال، هذا داعش اللي قدامنا يشتغل مثل ما اشتغل الاسلام ايام الفتوحات والغزوات. يعني احنا بعد كذا سنه، انا ولدي ممكن راح يقرون عن انه هو ابو بكر البغدادي كان خليفة المسلمين ومبشر بالجنة. أنا أساساً سبب خروجي من العراق كان هذا الموضوع، أنه أنا ما أريد ابني يعرف شيء عن هذا الموضوع. والمليار ونصف مليار إذا قالوا رأي واحد يعني لازم يكون صح، وهذه هي ثقافة الاعتذار وثقافة الاعتراف بالخطأ اللي إحنا ما نعترف بيها، لأنه المليار ونصف مليار هذول يأكلون ويشربون باسم الدين، مقتنعين هم باسم بالجنة. الهندوس المسيحيين هم عدد لا بأس به، ملايين مئات الملايين، عددنا قليل وراعبيهم. أنا ما أنا لما طلعت من الدين كان ببالي هذا الموضوع، وأكثر الأحيان كنت أسكت نفسي بهذا الموضوع، لكن وصلت فكرة أنه تحاربت. هو نفسه محمد تحارب بالبداية، كان عدد الكفار أكثر من عدد المسلمين، نفسه محمد تحارب، لكن بعدين كان هو يعتقد أنه هو الصح. أكيد أكيد. خلينا بس نسأل سؤال كمان تاني بموضوع الدين هذا، برأيك شو الدين؟ يعني شو هو الدين؟ ليش الله في كل مجموعات البشرية، يعني خصوصا قبل مرحلة العلم من 500 سنة يعني 400-500 سنة، اي مجموعه بشريه كانت؟ يعني انا لي طريقه بالتفكير خاصه بالدين، وممكن اشاركها معك. راح اقول لك اياها. لما انسان ضعيف لا حول لا قوه، يدور على اي شيء حتى يسند نفسه به، حتى يتكل عليه، حتى يستمد القوه منه، مو القوه الفعليه، لا، عامل نفسي تحفيزي. فأكو بكل الأديان يتحدثوا لك عن الجنة والنار والحساب والخطأ والصح. فهذا يعني كان قبل وجود الديانات. أنا أعرف يعني قرأت كذا فترة عن ناس كانوا يعبدون القمر، لأنه كانوا يعتقدون أنه القمر رحمة لهم بذيك الفترة، فكان لم يظهر كان فتشي. وهم بيشوفوا الجزيرة العربية واعتقد بلاد الرافدين كانوا يعبدون القمر. فالدين هو أساسا سلاح الضعيف حتى يداري الفشل، أو أكثر دين هو يداري الفاشل ويحفز الفاشل هي الجنة اللي هي ما موجودة. مثلا المؤمن مبتلى، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، اختبار، امتحان، إن مع العسر يسرا، وهذه الخرافات والكلام الفاضي هذا، لأنه إحنا شعب لا يعمل، لا يعترف بالخطأ، فيعمل دين ويضم شلون السلحفات. بالضبط بالضبط. يعني أحد الأسباب المهمة هي بصراحة العامل النفسي كتير مهم في ولادة الدين. طيب خلينا نروح لمرحلة الملحدين. يعني بنسمع بحقوقين وهالمسائل هاي، برأيك يعني شو هي حقوق الملحدين؟ خلينا أنا أول شيء تعالى بالي لما سألتني شنو حقوق الملحدين، هي حقوقي أنا كإنسان كفكر، أفصل فكري عن طبعي رحك، لكني أنا ممكن أساعدك. لا تحل القتلي، لا تحاربني، لا تحارب أهلي، إذا ما قدرت تحاربني لا تحارب أهلي، إنه بكل الأحوال إحنا فكر. حرية التعبير، أنا هاي ما راح أقول لك ياها لأنه هي أساساً ما عندنا، ما موجودة بالوطن العربي. أنا ممكن هسه إذا أجيب اسم واحد أنا ممكن أهلي يروحون، فما عندنا حرية التعبير وحرية الاعتقاد، هذه ما موجودة، هذا كلام فاضي. قلنا احنا بس ردنا نعيش، احنا تحررنا
خلصنا من اللي عندنا، وبطلنا نريد أحد يفرض علينا، بطلنا نريد أحد يعاتبنا، لأنه قرآنكم دينكم يقولون لكم ديني ولي الدين، خلاص احنا ما عندنا دين، ما تنطبق علينا أي آية بالقرآن، ماكو نص قرآني تل الملحد، ولا أكو نص بأي كتاب سماوي يحلل قتل أي إنسان، لأنه الله إذا كان موجود ما راح يكون مجرم، وما راح ينطيك الصلاحية أنت تقتلني، ما راح تدافع عنه، هو اللي يدافع عنك، وهو مجبر أنه يدافع عنك لو كان موجود. للأسف الشديد أخوي، يعني للأسف يكون موجود حتى يدافع عن حاله، يعني هو خلي يدافع عن هو حاله. عاجز، هو عاجز، هو عاجز عن الدفاع عن نفسه. بالضبط بالضبط. أنا لا قلبنا بقرة، لا قلبنا ضفدع، لا قلبنا قرد، وهذه تجربة. أنا بتذكر بصراحة، يعني خصوصي لما كنا بالبلد، يعني في مشايخ بيقول لك دستور منخرط، يعني اذا ما تحكي عليه الشيخ لا تحبه لا تسبه، اذا سبيته بتنفلج وبصيبك ما بعرف شو المصايب وتخويف، يعني من شو، من واحد مبهلول بيكون مو فهمان الخمسه من الطمسه بيخوفوك فيه. أنا لما كنت بالموصل، لما كنت أطرح هذه الأسئلة، كنت إذا ممكن سؤال، وطلعت أنا وقعت على الأرض، يقول شوف الله سوى بك. فكان ربط، الناس خايفة، الناس تريد تطلع من الدين لكنها خايفة، خايفة من الفشل، يعني هو متصور أنه هو راح الله يعذبه، راح ينسى القتلة وينسى المجرمين وينسى كل شيء، لكن راح يعذبه هو بالذات لأنه طلع عن الملة الصحيحة الوحيدة الصحيحة، وراح يدخله النار. ما أعرف هذا صحيح. المنطق. هو الخوف هو المتجذر، يعني الخوف اللي درعوه خصوصا الغزاة الأوائل في نفوس الناس وتوارثنا هالخوف، هذا هو طبعا الشيء، يعني العمود الفقري لهالدين هذا الباقي، لأنه باقي لحد الله. وقال صاحبنا هذا القرضاوي أفندي، يعني قال لولا حد الردة لما بقي إسلام، يعني لولا القتل لما بقي اسلام. هو أساسا هو بعد، فيما بعد محمد، هو الإسلام كان من الممكن أنه ينتهي، لكن أبو بكر عمر وعلي وعثمان عادوا بالقوة، بالضبط بالضبط بالضبط. لأنه ماريا القبطية لما مات ابن محمد، فقال يعني شكت قالت لو كان هذا نبي كان ما مات ابنه، وهذا دليل على أنه زوجاته ما كانوا مقتنعين به. صحيح. آه طيب، في عندي تعليق من مسلم، سوبر مسلم او وات ايفر، عم بيقول جهاز الكمبيوتر حين يصاب بفيروس مدمر لابد من عمل فرماتات للجهاز، وهكذا هو الملحد لابد من ان يقوم بغسيل دماغ ليصبح مسلم، وذلك بالرقية الشرعية. ما بعرف اذا هو عم يستهزئ ولا شو رايك بهالتعليق هذا. طيب هو لو عكسناها واعتبرنا انه ممكن يعني جد راح يحكي، هو ليش ما المسلم يقوم بفرمة الدماغ، او دماغه طافي خليه يشغله. هذا إذا كان في دماغ أصلاً يشغل، يعني الإسلام ما عاف دماغ للإنسان للأسف الشديد. انت تعرف الاحزاب الاسلاميه اللي جت للعراق فيما بعد صدام حسين، اللي وصلت للعراق على اساس انه ديمقراطيه وكذا، انطت للشعب وهم اللي هو انه احنا اتباع الحسين واحنا اتباع علي، انتوا اذا اتبعتونا يعني احنا راح ننتصر على يزيد. بهذه الفلسفه هسه هم يحكمون البلد. شلون الاخوان المسلمين اللي موجودين كانوا بمصر، واللي بس آل سعود اللي بالسعوديه، هكذا الموضوع. يعني ايضا صعدوا على كتاب الدين حتى بهذا وقتنا محمد، وعشقوا الغريزه الجنسيه اللي عنده عم يدفع ثمنها لحد الان.
بالضبط للأسف الشديد أخي، هاي هذا اللي ورثناه وهذا اللي دمر حياتنا للأسف الشديد، دمر حياتنا يعني. طيب خلينا نروح لسؤال ثاني يا أخي غانم، في أي. رأيك شو اللي ممكن نحن نتبعه نحصل حقوقنا مثلا، أو نحصل نسبة وجودنا في المجتمع هذا يعني؟ هو حقيقة أنه بعد ظهور التواصل الاجتماعي والشبكات اللي موجودة، احنا راح انتشرنا وراح نبقى ننتشر وراح نتكاثر ونكثر بعد أكثر. بس الخطوات اللي احنا ناخذها أنه احنا ما نسكت، لازم أهم خطوة هذه، لأنه أنت من سكتت معناها هذا دي على ضعف، ما نكون ضعاف. يعني أنا عندي أحمد حرقان، أنا أحبه لأنه ما يسكت، وبلد أغلبية مسلمة ويتكلم وبحرية، يعني بحرية مع ضمن الاضطهاد والمعاناة اللي هو يعانيها، لكن ما سكت، صر على رأيه وعلى كلامه وعلى فكره ودافع عنه. وهذا الشيء اللي إحنا لازم نسويه كلنا، على مود نقول إنه إحنا موجودين، لأن هم يحاولون دائما يطعنون بشرفنا بعرضنا بأهلنا. إمام ناقش مسلم واحد، وإذا ما ختم الحوار، يعني أنت تريد تنام مع أختك، هذه الجملة المعروفة، تثبت إنه إحنا موجود. المسلمين خصوصا المسلمين يعني عندهم هالنقطة هي، يعني إذا تركت معناتها تركت الأخلاق، يعني ممكن فهموا إنه دينه أصلا ما هو أخلاق، ما هي دينه هي هو المصيبة، المصيبة أنه هو يعتقد أخلاقه جاية من الدين. يعني أنت هذه كارثة. يعني هو الدين لو ما كان موجود أنه أنت ما تنام مع أختك، يعني أنت راح تنام مع أهله، هذه الآية ما موجودة. طيب الأخلاق أنت توجدها لنفسك، أنت تخلي لنفسك الخطوط الحمر. أنا ما أحتاج شيخ، ما أحتاج الله، ما أحتاج حتى نبي يخلي لي خط أحمر، أنا إنسان. صحيح صحيح. هو يعني بس عقل يفكر، يا اخي اوكي في مليون مسلم، طب بقيت العالم 7 مليارات، يعني في تقريبا 5 مليار نسمه، من مسلم ال 5 مليارات عم ينام مع اخواتهم وبصير تزاوج بينهم يعني بهالمنطقه، هاي الغير مسلم اصلا يعني يأبى أن يتزوج بنت عمه مثلا او بنت خاله يعني، صح، يعني هو احنا بينا فقره، انه احنا اذا ضعفنا وما قدرنا على شخص ناقشنا او حاورنا او سيطرنا عليه، يعني سيطرنا على الموقف، قتل، تعرف المسلم ويقول له انا ملحد، يقول لك حلال قتلك، استوفيت 4 شروط وراح، فيقوم يطعن بشرفك وبعرضك. وهذا اللي سواه داعش بالموصل معانا احنا، لانه ما قدر علينا فشوه سمعتنا. للأسف الشديد، للأسف الشديد يعني هن اللي قلبوا الأخلاق رأسا على عقب، ويعني عجيبة على التركيبة، عجيبة تركيبة من صح، انا اعرف شيخ جامع، انا كنت اصلي وراه، وكان اكو ولد شاب، يعني شاب بالعمر، كان ينام معه. طيب فسر لي اياها. للأسف الشديد. أعرف كثير رجال دين ويحجون بالكفار والمشركين والنصارى والشيعة والسنة وغيره وغير بنات وكذا، فسر لي إياها. راح يفسروها جماعة محمد، راح يقول لك كلنا خطائين وماكو أحد معصوم من الخطأ وغير هذا الكلام الفاضي ماله. هاي انفصام الشخصية الموجودة أنا عند أعرف، انا انت تصور انت انا اناقش واحد يعطيني مثل كتركيا نموذج اسلامي الامارات نموذج اسلامي. يا شيخ الاسلام قام على الحدود، قام على اركان، حد قطع اليد انت بعد هذا هو الاسلام. يقول لك، انا ما اقول لك، يقول لا وقت وزمان معين. طيب القران اذا كان الوقت وزمان معين، دين جديد بالضبط، ولازم ينتسخ يعني، اذا
إذا طبق زمان معين لازم ينسخ الدين تاني يطلع يعني. يعني كان هناك أكو الله بمدة سنتين، لا مدة 3 سنوات نسخ القرآن، نسخ الآيات المكية، سواها مدنية. السنة ماكو نسخ يا زلمة. هو التليفون كل شهرين أبديت نسوي له. يا ريت يلاقونا نسخة ويندو جديدة للإسلام يعني، وهو مستحيل لأنه هو أكو حاول إسلام بحير يسوي هذا الشيء بمصر، لكن الأزهر أثبت أنه الإسلام فعلا هو هذا باقي، ولازم يكون أكو هناك إرهاب وسجنوه للرجل هذا، وتم نفس الاتهامات، ملحد متلبس بالدين وغير. هو اللي ينتقد البخاري، يعني حتى هو يدافع عن الإسلام وفعلا يجمل صورة الإسلام، بس ينتقد البخاري وتحارب هذه 5 سنوات أو سنة ما أعرف. الإسلام ما منه فائدة. الإسلام أما الإسلام دين سلطة بالضبط، أما أن يقوم أما أن ينكسر يعني، مثل الرؤساء العرب، أما بالقصر أما بالقبر. بالضبط، هذا الإسلام يعني مستحيل إصلاح الإسلام يعني، الإسلام أنت لا يصلح نهائيا. إحنا هسه أنا وأنت، أنت تعرف إحنا إذا مثلا رحنا للسعودية عرسنا بالمطار، أنا متأكد من هذا الشيء، لكن لو رحنا لهم وقلنا لهم إحنا تبنا وكذا وغير نطلع على قنوات مشاهير العرب، وهذه نقطة مهمة لازم يفتهمها كل مسلم، أنه إحنا لا نبحث على شهرة ولا نبحث على تشهير أو غير، فكر نحاول نظهره وننور الناس به. بالضبط، هو لو قلنا شهرة كان يعني أسهل من الشهرة بجمع المصاري طبعا باللحية ولبس عمامة ونزل أسهل الموضوع هذا من أسهل المواضيع، وأبسط دليل قدامك موجود فضل شاكر، تحول من هذا إلى الدين، صار أشهر وغيره يعني، صار عالمي كثيرين يعني. هالعوران مثلا، العوران الموجودين بالسعودية ما بتلاقي واحد شيخ ولا أعور إلا فيه شيء. أنا لا، ولكن يعني هناك يتمسخروا عليهم أصلا. صح، عقدة النقص اللي عندهم اللي ولد لهم أصلا يعني بالأساس خلتهم يتجهوا للدين، وصاروا بالفعل أقوى من رجال السلطة حتى يعني. مضبوط، أنا أساسا توجهي للدين، احنا عالم متدينة، وانا نحن متدينين نتيجة الفقر الشديد في فترة من الفترات من حياتنا. صحيح، مضبوطة هذه العقدة. انا كان عندي، كنت طويل حيل، فهم ايضا كانوا بالمدرسة ابو طويل وكذا، وهذه المواضيع انت تعرف، فايضا كانت عندي طبعا. عقدة، كانت عندي عقدة واتجهت للدين، هذا معروف هذا الشيء. البخاري كذلك، البخاري كان عنده عقدة نفسية واتجه للدين، اعتبره هو مؤسس الملحدين بصراحة، لأنه إذا قرأت كتابه مصيبة، البخاري كارثة، يعجبك يعطيك شو صورة الأحاديث محترمة. غانم، شو الأحاديث اللي بتفهم مثلا يعني هيك مثلا تقراها بتقول أو تنصح المسلمين يقروها أصلا يعني؟ أهم حديث هذا اللي أنا آخذ به، واللي أنا دائما أذكره بكل مكان، لأنه البخاري عمود من عواميد الإسلام اللي موجودة بالعالم، من بدل دينه فاقتلوه، وهذا اتفقوا عليه السنة والشيعة والمذاهب الأربعة أيضا. اتصور، ولا أحاديث اللي كان ينطيها عن يعني الإسلام بحيري طلع بحث هو عمله أثبت إنه عائشة تزوجت النبي وكان عمرها 18 سنة. المقال الأزهر رفض هذا الشيء، قال لا، تزوجها عمرها 9 سنوات. طيب، هو منو الإرهابي هسه؟ ومنو هو الملحد؟
انت لما تقول على واحدة تزوجت 18 يحاول يجمل الصورة مال الدين، انا دائما اقولها قالوا انت بقي هذا الدين وهذا طبيعته والناس راضية به، لانه خاف الناس تتحرر من العبودية اللي موجودة يم الازهر يم المرجعية اللي بالعراق يم النظام اللي موجود بالسعودية وغير، قد حارب. فالبخاري انا اعتبره مؤسس الملحدين، لانه اذا تقراه انت هذا انتهى. غانم، أنا بدي أسألك سؤال. كنت مؤذن وكنت أعمل حديث الضاعة الكبير، خلينا نقول. لا بصراحة لا، لكن وما قارئ على هذا الموضوع، لأن ما تعمقت بهذا الأرضاع الكبير أو غير، بس لما سمعت أنه هي مذكورة بالبخاري ما استغربت، لأنه أنا يعني قارئ سابقا عن حديث عن عائشة زنت وكانت الشهود اثنين، فالنبي قال لا صاروا أربعة، الله قال صاروا أربعة، هيك موضوع ما أتذكر الحديث تفصيلا. فهو هذا اللي كان يعني يشد أكثر من الرضاع الكبير، الرضاع الكبير هذا شيء عادي بالنسبة للبخاري. يعني بصراحة لا يخجلون، لا يخجلون في، يعني امبارح انا اظن امبارح عرضت فيديو، لا اسف، في فيديو انا شفته، انا ما عرضته بس شفته، انه أي. شيء ايه كان منين عائشة ترضع شباب قريش. لك يا جماعة انتوا وين عقلكم؟ يعني كيف يعني ترضع شباب قريش؟ يعني انت ايش تترجى من شعب حاليا ياكلون الضب؟ بالضبط، يعني للأسف الشديد، للأسف الشديد، يعني أحاديث مخزية مخزية، يعني مثل ما قلت، يعني كان الشاهدين بيكفي، وروح على كل محاكم العالم والدنيا والبشر كلهم شاهدين بيكفي. ايه لكن لما صار مسألة صفان وعائشة محمد سواها وعلي أربعة. معرفة بده 4 شهود، ولازم يعرفوا إنه شلون دخل المرود بالمكحلة، يعني للأسف لا الشديد. ومحمد عدمهم، عدم واحد فبقوا ثلاثة، عدم واحد بقوا ثلاثة، فقال براءة رجع الله. الله اللي عاف سبايكر وعاف الأيزيديات وعاف عاف سوريا وعاف الوطن العربي اللي صار بيه داعش، وما داعش نزل آية يبرر بيها عائشة، بس للأسف الشديد، للأسف عاف الشديد، عاف هذا الخلق وعاف السماوات السبعة وعاف العرش، قال أن عائشة لازم أبرأها. صحيح. أنا بشجع أصدقائي إنه يتصلوا فينا، خلونا نسمع صوتكم وآرائكم، وخلي الجو حلوي مثل ما بيقولوا. طيب، في عندي تعليق هون بيقول من الأخ مفكر حر: أولاً أحييك أستاذ غانم وأرحب به كثيراً. أنا أمثل، فمشكلة المسلم أنه منذ صغره تربى وترعرع على مرجعية ساذجة، ومختصرها أن الدين هو مصدر الأخلاق ومصدر تصنيف الأشياء تحت بند الخير والشر، على الرغم من أن الدين خرب الأخلاق ودمرها وتدميرا، وخاصة الدين الإسلامي. فقبل الأديان كان البشر يعيشون بأخلاقهم الجميلة التي وضعوها لأنفسهم ولمجتمعاتهم، وقبل ثالوث اسمه الفطرة الإنسانية، العقل، تجارب الحياة. ولكن كما تعلم أخي جان أنت، الأديان قلبت الموازين رأسا على عقب. نور أبو زيد، شو رأيك بالكلام؟ طبعا اكيد كلامه جدا رائع، بدليل انه محمد حلل لنفسه ما حرم لغيره. يعني هون مثلا بقول جميع الانبياء تفضل. اللي نزلوا، جميع الانبياء اللي نزلوا او اجوا او ظهروا فقط في شبه الجزيرة العربية، فمحمد كان متوقع انه راح يجي من بعده شخص اخر يقول انا النبي وان اتبعوني وغيره وغير، فقال أنا آخر النبيين لا نبي بعد، هذا حديث هو قاله. مات وما خلى شخص على الخلافة، أو ما وصى شخص على الخلافة، وصارت المشكلة اللي هي معروفة ما بين السنة وما بين الشيعة، التهى فقط بالزواج، تزوج هذه وتزوج هذه. أغلب الغزوات اللي صارت على مود النساء، وأكيد أنت قاري تاريخ الغزوات وليش صارت،
وبحثت بأسبابه، لكن ما بالمربع اللي احنا موجود يمنا بالوطن العربي، بالمربع العقل. احنا اللي يمنا يقول الكفار نقضوا العهد وغير شيء وغير شيء وغير شيء. طيب غانم، صراحة لما مثلا محمد نكح نص نسوان الجزيرة العربية كما نعرف، صح، ما جواري سفايا بالضبط، يعني شو بتقول للمسلم اللي بيبررها بيقول هاي من خصائص النبوة، يعني النبي لازم ينكح، فما شاء النكاح، يعني كيف بتحلل هالعقلية هاي اللي بتبرر نبي، يعني بدل ما يكون رسالته يجي يدعو الناس ويعف عن النكاح وهالمسائل هاي، بالعكس هو عطى خصوصية لنفسه بذات بشبق، يعني طيب وخلى الناس البقية المساكين يعني محرومين، من محرومين ولكن أقل منه درجة، يعني كيف هالعقلية المسلمة بتبرر طيب هالمسألة؟ هو هذه العقلية المسلمة، هو يعرف أنه كان يفترى على النساء وكلهم وبغاسلة واحدة. طيب هي هذه العقلية ممكن تبرر لي هذا الفعل؟ كيف أنه أنت تنام مع واحدة ورا الثانية ورا الثالثة وأنت ما مغسل طبعا، وأنت نبي ذو خلق عظيم، الله بيكتب لك آياتك، كيف هذا الشيء؟ فيبرر، هذا يبرر نتيجة خوفه عليه، نتيجة غيرته. هذا الشيء طبعا احنا نحترمه، انه هو يقدس اي شخص، بس اي شخص، لكن ما احل القتل اي شخص ضده. انا ممكن احب، أنا ممكن اقدس امي، اقدس ابوي، انا احبهم، لكن لما تنتقد بأفعاله بالتصرفات، أنت ما انتقدت هو، انتقدت التصرفات. احنا هذا الملحدين. انا مو، منو ثبت انه محمد مثلا كان ذو خلق عظيم؟ طيب ما هو وصف نفسه بكتاب هو جابه، ألف كتاب، اكتب انا ذو، انا احسن، انا راح ألف كتاب، ردت اصير كاتب، اكتب انا احسن الكاتبين، لا كاتب بعدي، فترة جماعة راح تدافع عني. طيب أنا ممكن سرقت، إحنا نعرف الإسلام مقتبس، ثلثين من الإسلام مقتبس من الديانة المسيحية واليهودية، وبعدين صار الإسلام هو يفرض عليهم الجزية ويحلل قتلهم، اللي هو المفروض امتداد لهذه الديانات. يعني المفروض الثلاثة يحكمون الأرض سوا حسب فلسفة محمد، لكن السلطة هي اللي ولدت محمد، وأتباع هذا الشخص اللي ممكن يفكر هذا التفكير، أنه هو يدافع عنه وخصائص نبوة وغيرها وميزات نبوة محمد. هذا الشيء مثل ما احنا بالعراق سابقا سوينا صدام بهذه الطريقة. طيب خلينا نوجه شوي لأهالينا غانم، يعني هلا أنت كملحد شو بتقول لأهالينا اللي بتريدهم يفهموا إنه يا جماعة دينكم، هلا بدهم بيتهموا الملحدين إنه مثل ما حملة بريطانية تستهدف المسلمين وبدهم يطالعوا من دينهم، أنت كملحد غانم بتريد انه يفهموا يا جماعه دينكم خراب وتجوا للعلم، يعني نحن ما عم نقول الحاد، للعلم فكروا تفكير علمي، بتريدون يفهموا هالشيء هذا؟ أنا أهلي حاليا تحول من التدين العلمانية بسبب داعش، وقريبا حتكون أول عائلة ملحدة عراقية، أنا متأكد من هذا الشيء. أنا ما عندي كلام أوجهه لأهلي، لأنه أنا واثق من اللي أنا أحكي. يعني بصراحة أنا لما بقول أهلنا بصراحة مو بس الأهل الشخصيين، يعني أنا لما بقول أهالينا هم شعوبنا كاملة، أنا العالم، يعني جيراننا، جيران أصدقائنا، أهل مدينتنا، لهذا قصدي من كلام أهالينا، يعني بصراحة أن أهالينا بالتالي، يعني طبعا هم اكيد، اكيد يعني هذا شيء اكيد ان هم اهالينا، لكن انت هم صاروا، يعني صار اثر، صار هذا ما وجدنا عليه اجدادنا واباءنا،
من الصعب إلا لازم صدمة، أنت تنصدم أو أنت قريت، لأن أنت إذا قريت العلم أوتوماتيكيا راح تقول سبحان الله. طيب أنت بعدك مسلم إذا قريت كتابك نفسه، يعني 2017 راح يكون هناك عملية زرع رأس. صح. نشرتها على الفيسبوك، أحد كتب لي سبحان الله. طيب أكو روح، ويقول يسألونك عن الروح قل هي من عند الله. طيب هاي وين؟ هو العقل مغلق مغلق للأسف مغلق الشديد العقل. يعني. وهذا نتيجة إنه إحنا ولدنا بمجتمع، هم دخلوا علينا الشيء اللي إحنا نقرأه، هم دخلوا علينا الشيء اللي هم يريدون إحنا نشوفه. فصارت الثقافة مالتنا محدودة، صار تفكيرنا محدود لأنه هم حددوا لنا. صحيح صحيح. وعلى ذكر هي سبحان الله، انا بيرحب احد اقاربنا يعني اقاربي انا شخصيا من أي الذين يعني انا لا منقطع عنهم. بالصدفه هيك كلنا شفنا هذا النشال المصري اللي بالحرم قال الساعة رجع بقى رجع بقى، وهو نصاب يعني. ففي صفحة حيطة النشال وحيطة مؤشر على الساعة وحاكي قصته كاملة. هذا نصاب، الرجل هذا ما شاف يعني هذا قريبي ما شاف المصيبة انه هذا نشال هذا، بس فهم انه عم بيقولوا سبحان، رجع لي نظري فكاتب له لا اله الا الله محمد رسول الله سبحان الله. لكن هذا انت طب اول شيء فهم شو كاتبين الصفحة، هي نفسها عم تقول هذا نشال نصاب. هذا بس شفت شوف، الفيديو اكو فيديو، صار الفيديو هذا ظهر بالاربعينية بالمحرم بالماضية. فكان ان هم ياخذون من التمن من مواكب وما مواكب فيصب، فالتمن يتحرك هو يحركه او شيء، فكلها تقول اللهم صل على محمد وآل محمد. والناس أيضا الفيديو وصل مشاهدات بالملايين هذا الكلام. أنا نشرته، كتبت هارد لك سعودية، الممثل ممتاز لكن المخرج ضعيف لأنه نسى الساعة يشلحها للممثل، فما راح تجيب لكم حجاج عدد أكبر هذه السنة. تجارة، بالضبط تجاه مكة عمرت بفلوسنا احنا. بالضبط. واذا ما كان مخطط هن من 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 جماعه الحرم وهالقصص هاي اكيد اللي دعاية بس اعلانية لما شافوا الساعه هاي والمسائل هاي قالوا لا الشرطه مسكتهم والحكي هذا. وهذا دورنا، احنا كملحدين انه احنا ننشر هذه الاخبار. يعني مثلا انا الى قبل فتره سمعت انه الكعبه رادت تحتلها، قبل الإيرانيين رادوا يحتلوها بال1987 عفوا. طيب البلد الآمن واللي ما هجم عليه أحد، واللي شفت الفيديوهات، ممكن شفت أنت تعرف عنه هذا الموضوع فترة حقيقة. هم أيضا انصدمت، رايات السود ما يقارب، رايات السود ظهرت بالعباسيين وظهرت حاليا، الإسلام كانت رايات السود، هو صار من الإسلام كانت الرايات السوداء. يعني الكعبة فالرايات السوداء راح يظل الحجاج وضرب غير الحجاج، يعني الكعبة أي. الحجر الأسود هذا يعني هالنيزك اللي نزل من السماء وشافوه صاروا يقدسوه، أخذوه للقرامطة ورجعوه وشالوه وحطوه ما كان منه شيء يعني. مضبوط مضبوط. للأسف هو الشديد أساس الرسالة يقول لك أنا جيت أخذك من عبادة الأصنام، لا تعبد حجر. طيب ما الناس تعبد حجر، تسجد الحجر من فنلندا ومن لندن من أمريكا من السويد، يسجد الحجر، القبلة ماله على الحجر الأسود، شنو الفرق؟ بالضبط بالضبط. يعني هذا هو يعني التمثال الصنم اللي كانوا يعبدوه مثلا جماعة قريش قبل محمد، يعني كان مش على شكل مثلا حيوان ولا شكل إنسان ولا شكل شو من كان، صح. يعني الحجر اللي عم بيعبدوه هلا ويصلوا له هو على شكل منزل يعني فقط، صح غرفة مضبوط. كبيرة
هو فقط عمله انه هو شال مجموعة احجار واكتفى بحجر واحد بس. هو الاسلام صراحه يعني تكون غالب، يعني الاسلام محمد شال الاصنام كلها فحط صنمه هو، يعني محمد يعني تروح على الديانه الحقيقيه في الاسلام، المبدا الحقيقي هم يعبدون محمد يعني طبعا بكل اكيد معنى الكلمه. اكيد طبعا، وهو هذا الشيء اللي صار معنا احنا، ولحد الان احنا ندفع ثمن ارهاب وقتل ودمار وتخريب في سبيل انه كان منبوذ من قبل اهله ومن قبل ناسه، وحب السلطة، حب يكون مع عمامه ومع قرايبه، حب يكون من اسياد مكة على مود يتزوج وغير. انت تقنعني ممكن اعرف ليش محمد يتزوج خديجة وعمره 40 سنة؟ ممكن أنت تعمل بحوث على جماعة مكة قبل 200 سنة، قبل 100 سنة، وتشوف أشكالهم. هو زواج مصلحة يعني كان زواج مصلحة، هو ذكي، أنا دائما أعترف به أنه هو رجل ذكي، عرف أنه يخلي أكبر عدد من الناس تخضع الجبروت والقوة والسلطة. لكن مع الأسف أنه إحنا وصلنا بال2000 وإحنا نحاول نصنع أشياء نبرر بها أفعاله اللي هو سواها، ونستهزئ بأرواح اللي راحت على سببه. أجدادنا إحنا انقتلت على إيده، لأنه إحنا تكاثرنا بالهجرة، هجرة الإسلام انتشر وانتشر بالقوة، فأكيد إحنا أجدادنا كانوا ما آمنوا به أو حاربوا. دفعوا ثمن غالي كثير، طبعا دفعوا ثمن غالي كثير طبعا، أجدادنا. مو شرط يكون أنا جدي فلان صحابي فلان صحابي، لا، إحنا دفعنا ثمن ما زلنا ندفع ثمن. اللي بالعراق ليه حد ثاني يدفعون ثمن الحسين ويزيد؟ يا حيف يا حيف ايه يا حيف، على كل خلينا نروح نرجع لموضوع الملحدين. كيف يعني ممكن الملحد منا يساهم، خليني أرى السؤال كما جاء، كيف يستطيع كل شخص منا المساهمة في الوصول لمجتمع يحترمنا وقانون يحمي حقوقنا، مع العلم أن بعض الملحدين غير قادرين أن يعلنوا عدم إيمانهم؟ هذا الشطر الثاني، بعض الملحدين اللي غير قادرين على إعلان عدم إيمانهم، هذا موجود ببلادنا إحنا اللي موجودة. بس كيف رأي الملحد أخلاق؟ والملحد دائما لما أنت تسأل شخص ملحد ممكن تلاقي لا يشرب، لا أي هاي الأفعال ما يسويه، لكن مجرد مفكر يعتزل، يكتب مقالات مضبوطة، يساهم. أنا بصراحة ما عندي إجابة لهذا الموضوع، لأنه متى ما أعرف أي شخص قدامي أنه أنا ملحد تتغير المعاملة، تتغير المعاملة حتى لو كانت معاملة حلوة بيني وبينه، لكن هو يتغير معايا، فما عندي إجابة، لأنه أنا أحتاج إجابة لهذا السؤال، لأنه طيب أنا كثير برأيك خسرت من أصدقائي بسبب هذا الموضوع. كلها تنقصنا الصراحة، أنا خسرت يعني ناس حدث بلا حرج. اي أنا برأيك يعني هل هالمرحلة هي إنه ما هي مهمة، يعني بعد أنا ما أجهرت، أنت ما أجهرت، ما حكينا وما قلنا، طيب بيتم الوضع ساير مثل ما هو عليه، يعني هالحروب هي نعرفها من كل التاريخ منذ أتى الإسلام إلى بلادنا، يعني الحروب اكيد الطائفية اكيد تتكرر طبعا، كل 10 15 سنة، تتكرر بشكل من الأشكال يعني. هو الملحد، هو الملحد يعني ممكن إذا يبتعد عن السب والشتم واللعن لفترة، الفترة اللي هو موجود بها بداخل هذيك الأرض الملعونة اللي بها القتل الحدث ولا حرج، ممكن ينجي. لكن أنه يحاول يطلع، لأنه هذا سجن، سجن هي الحياة، أكلت شربت وعبدت، وانت ما حر، ما تقدر تفكر، ما تعرف تعبر عن رأيك، انت مسجون، انت ميت اساسا. اكو فرصة تصير، ممكن تصير عن طريقك انت، لانه انتم يعني اصحاب اجهر، يعني فكرة شجاعة جدا ومبدعة، استظهر وشجعت الناس انه هي تطلع تحكي. يعني انا صار لي تقريبا ما يقارب السنة انا اتابع الصفحة، لكن انا خايف، لكن اجهرت، اقتنعت. فهو شيء ورا برافو شيء يكون تدريجيا يعني،
وانا واثق ومتاكد انه احنا حتى احنا لا طمعانين السلطه ولا طمعانين بفلوس ولا طمعانين بشهره، احنا بس نريد نعيش حياتنا مثل ما احنا نريده بدون قيود. انا يعني بالسعوديه ابسط مثال، الولد هذا باليمن يعني الناس تنقتل على مود فكر، يعني جريمه، هذه جريمه بحق الانساني انسانيه. حاور ادعي له بالهدايه، ممكن الله ربك اذا كان موجود يدعي له يوقف معاه، وتروح تقتله؟ طيب انت اشتغلت مع الشيطان، انت ارسلته لجهنم بدون ما حتى انت ما خليت الله يهديه طريق الله وساعدة الشيطان اللي انت تريد تحاربه وتريده ما ينتصر عليك. هو اصلا الله هذا بالقران يعني هو لا يهدي القوم الظالمين، يعني هو مكتفي بالقوم المهتدين الخالصين. يعني شو اكو هذه مال ان الله لا يهدي القوم الظالمين ولا يهدي الكافرين. طيب خلاص، ما سبب وجود القران اذا؟ سبب وجوده مسخرة، يعني مشان الناس إذا هاي أنت لا تهدي هذا ولا تهدي هذا. طبعا أكيد. طيب غانم، شو بتقول للشباب هلأ؟ مثل ما أنت قلت، يعني أنت كنت متردد يعني لفترة حتى أشهرت إلحادك، يعني ومثل ما قلت يعني أنه إذا حملت مشجع، شو بتقول للشباب الملحدين اللي خجلانين، يعني ما في اي خوف على حياتهم، ولكن يعني مثل ما بقولوا يعني ممكن يكون خسران انه يصدم الناس بي. انا عندي كثير شباب انا احكي معاهم، يعني ممكن هو متردد او هو خايف انه يكون يطلع غلطان، فدائما يجيب مثلا علي الوردي، يقول لك علي الوردي اخر شيء اقتنع انه اكو اله، تكون انت لا تكون علي الوردي، احنا طلعنا حتى ما نمثل شخص. انت وجدت فكره، ناقش، دافع عنها، ناقش بدون عناد بدون فرض، حتى اذا كنت ممكن تقتنع انه هناك موجود اله، هذا فكرك، ممكن فكرك انت حده انه اقتنعت بعد، لكن لا تخاف، لانه خوفك هذا راح يبين للناس انه هم على صح، لانه هم يحاججوك باحنا مليار ونصف مليار، احنا كنا على خطأ، انتو كم واحد؟ اي بالاخير يختمها، فاحنا نريد نطلع هم نقولهم احنا كذا كذا كذا، هل احنا على خطأ؟ الأغلبية ما تعني انه هي هم الصحيحة، نعرف اسلوب المسلمين من يحاورون، لانه السابق كان انا ايضا كنت احاور بهذا الاسلوب بس تنورت. مثلا تبريرات يعني هن اغلب المسلمين غير مقتنعين باللي عم بيقولوا، لكن الشغله يبرروها لانه الاسلام صار هويه دخل باعماق الانسان. انت تخيل شخص ملحد، انا كنت ملحد بالموصل لكن ما اعلنت، بالسطره الاولى وبالسطره الثانيه الدواعش ضربوني، طبعا انا نجيت من موت محقق، لكن لانه ماكو مشاعر ممكن توصف او كلام يوصف اللي صار فيه، فما احكي به. فبالسطره الثالثه مشيت اصيح باقيه وانا دم وايد زرقاء وجهي مدمر، يعني كان وانت اكل اطلي منهم يعني للاسف صحيح. فهو اقتنع انه انا على الصح وهو على الصح، لكن انا بس في سبيل انه اطلع، وهذا اللي صار قبل ايضا قبل 1400 سنه، لانه نفس السيناريو نفس الموضوع. صحيح، نفس الموضوع ونفس السيناريو عم يتكرر، يعني مثل كل الشباب وكلنا قلنا، يعني وكل الناس صارت تقول الحكي هذا فراح. انه داعش هي 3D صار بصدر الاسلام، يعني وراح يظل يتكرر طالما هناك من ينبح طول الليل والنهار انه داعش لا تمثل الاسلام، وراح يبقى ظل موجود طالما اكو هناك حد للقتل وحد للرده، وراح يبقى موجود طالما اكو ازهر يحارب الاسلام اللي هو مفروض هم يجملون صوره الاسلام، هم حاربوهم، وطالما اكو عبيد للسلطه وتقديس للاشخاص، احنا ليه حد احنا نقدس الشخص؟ فراح يبقى هذا السيناريو موجود
وما بعد داعش راح يجي غير داعش، والرايات السود راح تبقى موجودة على الأرض، والشيعة تنتظر المهدي، والسنة تنتظر يوم القيامة، ونالي راح نظل نموت ونقتل ونصيح هذا اختبار وهذا ابتلاء. لا بالله، هذه المقولة المعروفة لازم نواجه. للأسف الشديد. طيب أظن في عنا اتصال من السائل. على كل حال أنا بدي أسألك سؤال وبتصل فيه وخلينا بكون معنا. أخي غانم، يعني هلا الدكتور سيد القمني طرح فكرة كثير أنا أعجبت بها بصراحة، يعني إنه نحول الأزهر يعني نظمه كتنظيم إرهابي، يعني في حتى يعني بالأمم المتحدة بكل الهيئات الدولية يصنف الأزهر على أساس إنه منظمة إرهابية. شو رأيك بالطرح هذا؟ طرح عظيم أنا أعتبره، لأنه فعلا هو الأزهر اللي رفض يكفر داعش، واللي كفر اللي كفر عدد اللي كفر وحبس إسلام بوحيري، واللي حارب سيد القمني، واللي حارب أحمد اللي موجود بمصر. الأزهر العظيم أكيد هذا منظمة إرهابية، لأنه من يقول أنه أنا ما أكفر مسلم معناها يفسح المجال أنه يكون إرهابي. تبرى يا أخي، انتقد. طيب معنا اتصال من سال، انت الاخ الرائع، تفضل. حبيبي نبي جان، تحياتي وصلواتي لك ولكل الكفار والملحدين واللي سيلحدون القادمون منهم والراحلون، والذين يفكرون بالالحاد. يس. ابن الرافدين شجعت انا اليوم في منطقه الاشاره مش ولا بد، وعم بحاول جاهد ان احصل قبل ما يخلص البرنامج. شكرا امين، مبروك الحريه الفكريه والخلاص من هذا الفكر الاجرامي. حبيبي انت تسلم لي يا ورده. يا هلا بابن سوفي بابلون، حياتي انت عمري حبيبي، مبروك لك. عندي نقاط احب اذكرها، طبعا افكار الشتت كلها هنا بس راح احاول اجمعها. ولا يهمك خذ راحتك. سعد يس، نقطة على الشخص اللي علق قبل شوي اللي كتب ملاحظة وانا اجاوبها، يعني اللي اجاوب هلا. تفضل. اعتقد سوبر مسلم. سوبر مسلم، احب ان يكون يسمع لي. طبعا هو ديلوكس مسلم، and الفكره انا احب اشكره على وجوده معانا، لان هو عم يجي على القناه تبعك وعلى القناه تبعي، وشفت في قناه سما. طبعا هذه بادره خير انه بدا يستمع لافكار الاخرين، بادره خير اخرى انه بطل الشتائم السباب وكف الشتائم كأخوة ما يعملوا أخواننا المسلمين. وأنا أتأمل راح نستضيف أنا وأنت يا جان، يكون لنا ملحد جديد اسمه سوبر إكس مسلم. هو سال، تعرف شلون بيصير بصراحة، يعني أنا هاي لاحظتها من مشوار البرنامج، يعني أول ما يكون مسلم ما وسمعان بالإلحاد، أول ما بيسمع الملحدين شو عم بيحكوا بلش أمك وأختك وما بعيش ولا ما سبق إلا بيسبنا بي. صحيح. خلي كون بليز. يس، طبعا هذا النقطة اللي بدي أذكرها اللي راحت تشتت الأفكار. تفضل. أخي المسلم، أختي المسلمة، أخ المؤمن، أختي المؤلمة، أنا لا أحتاج إلى حارس من الإله أو الملائكة أو الشياطين لتوقفني من هجوم على أختي وأمي. هذه هي الإنسانية. صح. الإنسانية والأخلاق والمبادئ. أما المسلم فهو بده حارس، يعني لو الله مش موجود بمخيلة المسلم ممكن يروح يهجم على أخته وأمه، لأنه هذا النقطة طبعا اللي يذكروها للملحدين. طيب انت كيف تعمل مع امك واختك؟ لا انا ما انام مع امي واختي، انا مواطن
حر إنساني. أنت بدك حارس لأختك يحميك من عندك، يعني يحميها من عندك. ومثل ما تعرفون يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأخذ بنت أمورة طيوب صغنونة، فأخذ المدة 3 سنوات. وإذا اللي ما يعرف المفاخذة بليز اسألني حتى أشرح لك إياها بالتفصيل المريح. أليكسال، أنا بدي هون في نقطة كمان بصراحة، أنت ذكرت أنه الملحد بيقولوا على الملحد انه بفكر بامه واخته، وهي صراحة يعني مثل ما قلت انت لولا الههم مراقبهم كان نطوا على امهم واختهم. انا في هون في نقطة هون بدي اقولها، يعني محمد نط على مرت ابنه، وصدقني ما في مسلم ونحن سمعانينا هاي عنا بحاراتنا، خصوصي بحلب بالشام بنعرف هالاشياء هي كلها، طب نعرفها نحن، انا كسوري وبحكي عن المجتمع السوري. هذا اللي نطط على اخته، على اخته، انا صديق واحد من اصدقائي حب الاخته، يعني هي باي غريبه. بس الاغلب الناس، اغلب الناس المسلمين ما في واحد ما مفكر بمرت اخوه مثلا او بنت عمه مثلا متجوزه واحد تاني، يعني مساله زنا المحارم وهالاشياء هاي منتشره اكثر شيء بالمجتمعات الاسلاميه هاي للاسف الشديد. صح. يس انه يعني الاسلام ضد الطبيعه البشريه، هذا غرائز موجوده للاسف. ولاخونا المسلم خلي يسمعها، اللي فرقنا عن الحيوانات انه احنا يعني الانسان عاقل عنده مبادئ وعنده اخلاق فلا يفعل هذا، يعني بغض النظر اذا في اله ولا ما. لكن يا اخي المسلم حتى لو في اله من المستحيل أن يكون الإله اللي أتى به محمد اللي هو ساكن في أعلى فخذيه، مستحيل يكون هذا الكتاب من عند الله. وكنت لما كنت أسمع تجربة الأخ، عفوا أنا بعدنا الخط ولا لا لا معك لا لا وين الخط تفضل. الأخ غانم لما ذكر تجربته في العراق وفي المرسل، صراحة يعني أثار، وأنا كنت أفكر ويحكي وأنا أفكر عبودية المسلمين، يعني قابلين بعبودية تصل اللي قتل قبل 1400 سنة. يعني لازم المفروض أكثر شعب يكون بها الملحدين يتركوا الإسلام immediately now، لازم يكون الشعب العراقي والشعب السوري، لأنه ظهر محمد وصعاليك عندهم بصورة اسمها داعش. بالضبط. بس هم خايفين صراحة، خايفين ومستحيين. أنا امبارح كنت لا تنسى صعاليكو، لا تنسى صعاليكو الحشد الشعبي، صعاليك ابن عمه لا محمد. يس هو قريش هم صعاليكم وزبائهم من الزبالة الإنسانية. بالضبط للأسف الشديد. I swear دائما أحكي مع مسلمين ويحكوا كله كلامك صحيح، الإفادات صحيحة وشبتها، يعني يستحوا من نفسهم إنه يعبدوا هذا القدر. وبعدين بدي أرجع للأخ السوبر إكس مسلم بالمستقبل. أها تفضل. أنت خليك معنا وإحنا we love you، خليك معنا استمع نجان وغانم والعلي والإسماعيل، ونحب نستضيفك في يوم ما ونغني لك أغاني السعادة والفرح. أكيد. ممكن أذكر، أنا ذكرت تجربة شخصية سابقا في البرنامج، ممكن أذكرها مرة ثانية. أكيد تفضل سأل، تفضل البرنامج برنامجك والوقت معك. يعني حبيبي أنا غانم، أنا جاي من نفس المنطقة اللي جاي منها، أنت تركتها قبل 27 سنة. حبيبي الحمد لربي، الحمد لأبي اللي كان ملحد وما في ديانة، فأنا عملت تجربة والدي تماما. هون في أمريكا عندي 3 أولاد زيرو دين، ما عنديش يعني الدين عندي في حياتي جريمة اليوم يا قتل. برافو بطل. تعمل تجارب، يعني الأولاد أعطيتهم الحرية كاملة في الاختيار داخلي، بديش أكون يكونوا مسلمين. الأول صادق أصدقاء مسلمين وراح معاهم للجامعة تقريبا أسبوعين، يعني للسهرات الرمضانية، مش يعني حبا للدين بس حتى يطلع ينور عمين بدون يطلع صحيح يعني حياة ليل. وبعدين الأكل
لانه اكل باكستاني وهندي وعربي فيحبوه هذا هون في امريكا. وين 2 ويكس ابن الاكبر هذا جاني حكى لي بالعربي قال بابا اهلنا بالشرق الاوسط يصدقون بهذا الخاء يعني هذا للاسف الشديد اي طبعا بالانجليزي بس هو قال do they believe in this shit this bullshit عشت 7 سنوات مضت لا والابن الثاني من المراهق اللي تعدى المراهقة أبقى نفس القصة في أصحاب راح مع مسلمين وأبقى نفس الشيء رمضان فكمان كده أسبوع أو 10 أيام هيك اللي بابا what the hell يعني مال الجحيم كله حرام 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 what's wrong with these people الرونج وذ ذيس بيبل السال انه اتبعوا اله صحراوي المشكله يعني هاي هي الرونج ودهم يعني يا اخي يعني هو لو كان احمي اولادك ليش تعطيهم هذا السم الصحراوي سم المحمدي احميهم خليهم يعني اعطيهم الحريه الفكريه وشوف اختياراتهم اكيد اكيد طبعا يعني الثلاثه من عندهم ما حدش اختار الإسلام طبعا تقززوا من عنده وهربوا من عنده يعني يشوفون الجامع من هاي الشيء يروحوا الشغل so, أنا ذكرت هذا المثل يعني للكل بس للأخ اللي سوبر اكس مسلم إنه لو عندك تعطي نفسك حرية فكرية مثل دول الأولاد الأبرياء اختار يعني اختيارهم وتركوا هذه الأفكار بالمرة بالمناسبة حبوا البوذية أكثر شيء لأن يتأملون بعدهم حرية للمحب والتأمل otherwise they don't يعني قرأت لهم قصص عن حياة محمد يعني الحق الصراحة قالوا إذا ظهر الآن يعني راح تشارل مونستر راح تحطوا بالسجن ويحطوا بمصحة عقلية طبعا أكيد يعني واحد يجي يقول لك والله اضطرت على جحشه يعني ما بدي احط امه صحه عقليه يعني مستحيل ما في غير انه يحط امه صحه عقليه يعني بس حتى اذكر لماذا حبيبي لانه تربوا في الغرب على الافكار الحريه يعني انه حرام هذا شخص مريض لازم يعالجوه مش يقتلوه طبعا اكيد صحيح التفكير الاسلامي ما حدش قال اقطعوا قضيبه ولا اقطعوا ايده ولا اقطعوا اجره يعني اقترحوا عليه مصحه عقليه وهذه يعني هذه هي بالضبط الانسانيه في العالم الغربي وفي البلاد القردة والخنازير اكيد صديقي اكيد شكرا للفرصه حبيبي انا بتشكر شكرا كثير سال لك شكرا كثير دخلتك شكرا شخص سال مرحبا مرحبا بالانسانيه حبيبي تحياتي حبيبي حبيبي طيب شو بتقول لسال طبعا هو قال كلمة كلش حلوة انه لو ظهر كان راح بمصحة انسانية فعلا ولو ظهر في مثلا في اوروبا كان ممكن يكون عذابهم انه يخليهم بقوالب ما ثلج مو نار مثل ما منطقتنا احنا بالشبه الجزيرة العربية تكون حارة فشمس فيكون عذابنا النار شيء طبيعي فمثلا لو ظهر في فنلندا يقولهم عذابكم الشمس والمجمدة أو الثلج وغيره فهي صارت بهذه الطريقة بعد انتهى الموضوع وحبيت النقطة مال أنه لو ولدوا أنه ما اختاروا الدين الإسلامي أو قالوا فإحنا أيضا لو كان لنا حرية اعتقاد بالوطن العربي كان إحنا قلنا شنو هذا خرافات طيب في شخص هيصر كمان متابعة ونشكر على المتابعة عم بيقول الإسلام دين ينظم حياتنا إذا وجدت مسلم ليس منظم في الحياة فهذا يعني أنه هو مخطئ يعني الإسلام بريء من أفعال المسلمين جميل جميل جدا الإسلام بريء من أفعال المسلمين يعني على ضوء أنه المسلمين يعملوا أعمال الدين المسيحي بس هم يدينون بالإسلام مضبوط عاش تيدك حبيبي أنت رائع أنت مبدأ أنت بعدك ما مسلم طيب أنا أسا كمون حد شو راح أتفاهم غانم يعني
ان انت تنسب افعالك السويسري بس الاسلام يعني بريء منه ان عم بطبق الدستور السويسري يعني اعطيني عقلك هيسر يعني اسف ما بعرف كيف اسميها يعني هل من المعقول المسلمين عموما يعني يتبعون الاسلام يعني ما عم يتبعوا القانون السويسري حتى تيجي تقول لهم والله ما عم يتبعوا عم شيء يعني اعطيني عقلك يعني مثلا بتلاقي عندنا كذابين كثير وانت بتعرف هالشيء كل واحد فينا بيعرف واحد كذاب للهوايه يعني طبعا اكيد من حديث المعاريض والتقيه الموجوده بالقران صح. كل واحد فينا بيعرف واحد اغلب مجتمعاتنا الذكوريه هاي تتفاخر انه والله رحت سويت هيك وهيك مع فلانه وعلانه منين اجى هذا من افعال محمد لانه القدوه الحسنه هو محمد طبعاً. كان يفتخر بقدراته الجنسيه فهلا بتلاقي كل المسلمين يفتخرون بقدراتهم الجنسيه وبما وهذا انك شيء تافه يعني شو القدرات الجنسيه يعني وبما انك لما فهم تفضل غانم وبما انك اعتقدت انه المسلمين يعني الاسلام كتاب صحيح وان المسلمين هم اللي يخطئون اذا احنا اساسا ما يعني ما راح نشوه الاسلام لانه احنا طلعنا قلنا احنا نمثل نفسنا عرفنا الدين على صفحه فافعالنا تكون انتقاد لنا وما ننتقد احنا ما ننتقد احد على اساس فكر او شيء انت مثل تعليقك اللي صار انه انت حاولت تبرر واحنا صار اكثر موضوع الحلقه انه لا تبرر انتقد وواجه فانت ما عندك شجاعه تواجه او شخص فكر او شيء لازم يعني هسه انا كملحد انا ما امثل الاسلام اذا انا ما راح الافعال اللي راح اسويها ما راح تلصق على الاسلام والمسلمين اذا انا اوكي لكن اللي يسوي الافعال هذه بالدين انت عتابك معاه ما معانا احنا في شخص كاتب لي هو عندي بالفيسبوك مكتوب اسمه فري مانكي عم بيقول هل صحيح ان هناك دراسه علميه تشير ان الملحدون يستخدمون وظائف دماغيه اقل دراسات علميه اكتشفتها وكالة ناسا أخفتها أخفتها للأسف الشديد ما أعرف عطوني عقلكم يا جماعة كيف أنا شو اسمه عندي الشحن مال التليفون بدأ يخلص قول ملاحظة أخيرة قبل ما أروح طيب إنه قبل أعطينا كلمة أخيرة وخلينا نختم الحلقة تفضل أوكي انه احنا ظهرنا واللي راح يمنعنا هو وجودنا بيناتكم وبنصكم انتم يا شعب الصحيح يا شعب الله المختار يا افضل امه اخرجت للناس يا كل شيء وجودنا ينتهي بيناتكم احنا خرجنا منكم وراح نرجع وانتم مغيرين اكبر عدد من عندكم حاربونا بالفكر واحنا موجودين بالفكر وما راح نخلص وما راح ننتهي لأن الفكر ما يموت أبد وباقي الكلام الأخير وأشكرك طبعا على هذه الحملة الرائعة وقلت لك أنا قد معجب بيها قد أتابعها أشكرك على وقتك هم وأنا بشكرك أخي غانم على وقتك وبشكرك على ظهورك معنا وبشكرك على إجهارك وأنا بتمنى كل شبابنا يتشجعوا منك ويجهروا وشباب مثل ما قلت أنا مستعد أسوي كنهر حلقة وأنا عم بسوي كنهر حلقة مستعد أسوي كنهر حلقتين وثلاثة وأربعة بس المهم أجهروا وأنا بتشكر غانم كمان على وقته وبتشكركم وبكرة طبعا معنا حلقة مع الأخ أحمد حرقان عن الشتائم الكم الشتائم يعني موضوع الشتائم بالقرآن الغرب لو شوي بنعرف شو القصة معه منتظر طيب طبعاً حياتي أنت شكرا كثير لك وشكرا لكم اصدقائي الى اللقاء في حلقه قادمه الى اللقاء حبيبي يلا مع السلامه هلا